هي عبارة عن مركبات لها وزن جزيئي كبير وتتكون من مجموعة من الحموض الأمينية. وخذنا الحموض الأمينية بالتفصيل سواء كانت حمضية أو قاعدية أو متعادلة، وكيف الحموض الأمينية تتحد مع بعضها وبتعطينا اللي هو البيبتايد أو عديد إبن. طبعا تجمع أكثر من سلسلة بيبتيدية مع بعض بيعطينا البروتين. نرجع على السريع نذكر مع بعض شو تعريف البروتين كمان مرة ونتكلم. هي هو مركب عضوي له وزن جزيئي كبير يحتوي بالاساس على حموض امين. يحتوي بالاساس على حموض امين. شو هي انواع البروتينات؟ كاينه واحد بسيطه مركبه. اول كلام ذكرناه ذكر سابق. اليوم ان شاء الله حنبدا ناخذ فيه بنوع من التفصيل بنوع من التفصيل. فاولا البسيطة، البروتينات البسيطة. طبعا البروتينات البسيطة هي التي تعطي عند تحللها حموض أمينية فقط، بس حموض أمينية ولا شيء زيادة. هي البروتينات التي تعطي عند تحللها حموض أمينية فقط. حموض أمينية أكيد مختلفة. حموض أمينية ولاش حموض أمينية؟ حموض أمينية مختلفة ثلاثة أو أربعة وهكذا حسب اللي هو تسلسل اللي هو الحمض أو السلسلة البكتيرية. بدنا نحاول قدر الإمكان نوجز في موضوع أنواع ومنها أو تنقسم إلى وتنقسم إلى واحد. في عندنا اللي هو إيه؟ الألبيومينات. بدناش نذكر كل الكلام. الألبيومينات مثل بروتين الألبومين وأهم خصائصها أنها تتجمع بالحرارة بس. إذا الألبيومين طبعا منها تنقسم إلى الألبيومينات. طبعا سموها الألبيومينات لأن أول واحد فيها هو إيش؟ القلب زي البروتين الألبيومين. إذا الألبيومينات مثل البروتين الألبومين وتتجمع بالحرارة. من خصائصها إيش؟ تتجمع بالحرارة. طبعا الألبومين خلص. هاي اللي بدنا نعرفه عن الألبيومينات. أهم خصائصها أنها تتجمع بالحرارة. طبعا الألبومين هذا البروتين وين موجود؟ ولا البومين موجود؟ في النباتات والحيوانات. أكثر شيء موجود هو طبعا في بياض البيض اللي طبعا في اللي طبعا بس هيك. اثنين بالمناسبة أكثر من 90% من البروتينات بتتجمع بالحرارة، بتتجمع بالحرارة. في عندنا بعد هيك اللي هو الجلوبيولينات. مثل مين؟ مثل بروتين الجلوبين. الجلوبين وين موجود؟ في الدم. في عندنا في الدم هيموجلوبين. إذا في عندنا الجلوبين والهيم اللي هي الحديد. إذا هيموجلوبين. فالجلوبين هذا هو البروتين. الجلوبين هو البروتين. مثل بروتين الجلوبين برضه ويتجمع بالحرارة. طبعا بالنسبة للذوبانية حكي مسبقا البروتينات ولا تذوب في الماء. يعني عشان نفصل فيها يعني سواء كانت
كلها بتذوب في الماء. يعني لو كلها من خصائص انها تذوب في الماء ما كلش اشي جديد معا. ايضا بعد هيك بدنا نذكرها ذكر كلها حتى من غير امثله. البرولامينات أمينات أربعة. بعدين في عندنا اللي هو الجلوتينات والهستونات. الهستونات زي الروتين اللي طبعا معظم بنلاقيه موجود فيه الروتين أو الحمض الأمين هيستيدين. وأيضا عندنا الألبيومينات والبروتامينات. في عندكم الجلوبيولينات هذه بدناش ناخذها مع البسيطه. في عندنا في الصفحه اللي هي للجلوبينات، الجلوبينات هذه ما بدناش نعتبرها مع البسيطه، رح نعتبرها قدام مع المركبه اللي بقول لك زي الهيمو جلوبين، فاحنا مش حنعتبرها مع البسيطه. اذا بدنا نعتبرها ناخذها الواحد وحده. لو قلنا في ايش بده يكون، يعني ايش بدنا نعرف من هذا الموضوع؟ بدنا نعرف بس اسماء البروتينات البسيطه، يعني لو شغله بيخطر او في الصفحه الغلطه بدنا نعرف اللي هو النوع البروتينات البسيطه على شكل ذكر، بس ذكر نقطه نقطه نقطه، وبدي مثال بس على الالبيومينات والجلوبيولينات. بس. صحيح. طبعا تتجمع في الحراره هذه مش صفه مشتركه فيهن كل التقرير. نيجي بشيء من التفصيل نحكي على البروتينات المركبة. البروتينات بلاش حكي جانبي. البروتينات المركبة. ايش يعني البروتينات المركبة؟ هي التي تعطي عند تحللها أحماض أمينية ومواد أخرى. ومواد أخرى. إذا هي التي تعطي عند تحللها أحماض أمينية ومواد أخرى. تمام؟ بنشوف مثل إيش؟ ومنها إيش؟ في منها في هذا الموضوع، ومنها نشوف ايش انواع البروتينات المركبة. ففي عندنا الفوسفو بروتينات. في عندنا ايش؟ الفوسفو بروتينات. ومنها واحد فوسفو بروتينات مبينة تحتوي على فوسفور وبروتين. اذا تحتوي على الفوسفور والبروتين مثل اللي هو بروتين الكازاين او الكازين الموجود في اللبن، الموجود في الحليب او اللبن. اذا الفوسفوبروتينات تحتوي او تضم فوسفور واحماض امينيه. يعني فيها فوسفور واحماض امينيه، هذه فيها احماض امينيه بس. مثل الكازين الموجود في اللبن. هي اول نوع من انواع البروتينات المركبه. النوع الثاني اللي هو النيوكلو بروتين. النيوكلو بروتينات جاي من النيوكليتيدات، يعني عباره عن احماض امينيه وبالاضافه الى حامض نووي مرتبط فيه. اذا اثنين بروتينات
هي بروتينات يعني أحماض أمينية متصلة بحموض نووي من أشهرها الدي إن إيه والآر إن إيه. إذا فيها الدي إن إيه والآر إن إيه عبارة عن نيوكليو بروتينات عبارة عن قواعد هيدروجينية مرتبطة بين البروتينات في الأحماض النووية. النوع اللي بعده جلايكو بروتينا عبارة عن كربوهيدرات مع البروتينا ثلاثة جلايكو بروتينا اللي هي بروتين وكربوهيدرات وهذا بيضل تركيب الهرمونات بشكل عام. أيضا في عندنا الجلايكو لايبوبروتينات عفوا اللايبوبروتينات عبارة عن ليبيد مع ايش؟ مع بروتين زي ما قلنا في الكوليسترول في الدم في لايبوبروتين على الكثافة في لايبوبروتين منخفض الكثافة هذا الموجودات هذا يعتبر لايبوبروتين. إذا اللايبوبروتينات اللايبوبروتينات هي عبارة عن بروتينات مرتبطة مع ليبيدات. يعني لو قلنا سؤال مصطلح ما هي المركبات التي تعطي عند تحللها حموض أمينية وليبيدات؟ إذا لايبو بروتين لايبو ايش؟ بروتين. في عندنا بعد هيك اللي هو ايش؟ الكروموبروتينات. الكروم بالمناسبة معناته صبغة باللاتيني معناها صبغات. فكروموبروتين يعني بروتين مرتبط بالاصفار مرتبط بمين؟ بالاصفار زي اللي هو الهيموجلوبين بيعطي اللون الاحمر للدم وكذلك الكلوروفين بيعطي اللون الاخضر في الاشجار. هذه كلها عباره عن بروتينات او كرومو بروتينات. خمسه الكرومو بروتينات هي عباره عن بروتينات بصبغات مثل هذا شيء مثل الهيموجلوبين يحتوي على حديد على الحديد طبعا الحديد بيعطي لونه كله احمر وايضا في عندنا الكلوروفيل يحتوي المغنيسيوم بيعطي لون اخضر للاشجار. ايضا في عندنا اللي هو ايش؟ ميتالو بروتين ميتال يعني معدن. ميتالو بروتينات يعني بروتينات مرتبطه بالمعادن برضه زي الهيموجلوبين. ماشي؟ اذا ميتالو بروتينات ميتالو بروتينات عباره عن بروتينات ترتبط بمين؟ بالمعادن مثل الحديد او اللي هو ايش؟ الخرصير او اي بروتين مرتبط بالمعادن. طبعا هذا الحديد مرتبط طبعا زي الهيموجلوبين بس حضرت جديدة لو قلنا اذكر المثال لبروتين مرتبط بالحديد يعني الهيموجلوبين يعتبر نوعين اللي هو كرومو بروتين و لايف ميتالو بروتين ميتالو بروتين لانه في عندنا حديد مرتبط في ايش؟ حديد فالحديد هذا سواء كان موجود على شكل صبغة أو موجود في الميتالو آخر نوع اللي البروتينات المشتقة. والبروتينات المشتقة يعني عبارة عن بروتينات اشتقت من بروتينات أخرى المركبة والبسيطة بسبب بفعل معين يعني صار لها تغير صار لها ايش؟ تغير يعني وفرنا لها ظروف معينة طلعنا نواتج جديدة طلعنا نواتج جديدة. ثالثا البروتينات المشتقة البروتينات ايش؟ المشتقة. طب
طبعا البروتينات المشتقة هي عبارة عن بروتينات مشتقة من الأحماض، عفوا من اللي هو البروتينات البسيطة والمركبة. طبعا البروتينات البسيطة والمركبة بتتحول إلى أشكال جديدة إذا بتوفر لها حرارة معينة أو تحليل معين أو درجة فوضى، تتكون عندنا مركبات جديدة، مركبات جديدة من البروتينات. إذا البروتينات المشتقة هي عبارة عن بروتينات نتجت من البروتينات البسيطة والمركبة، هي بروتينات نتجت عن البروتينات البسيطة والمركبة. وهي مثل أو تنتج بتأخير الحركة البروتينات المشتقة بفعل الحرارة، التحليل الجزئي أو الحموض أو وجود أملاح أو عوامل مؤبسة، أي عوامل نوفرها نحطها على البروتين هتعطينا مركبات ثانية. مركبات إيه؟ ثانية. المركبات الثانية هذه هنشوف شو هي. ماشي. إذا البروتينات المشتقة الفعل اللي ممكن تشتق، يعني ممكن يكون في عندنا بروتينات مشتقة إذا إحنا عرضنا البروتين للحرارة، يكون عندنا بروتينات مشتقة عرضنا للتحليل الجزئي بدينا نكسر فيه على حموض قواعد عوامل مؤبسة درجة من تركيز الأملاح العالية وهكذا. فإيش ممكن يشتق؟ إيش ممكن يعطينا من هذه البروتينات؟ فممكن اللي هو يعطينا البروتوزات. البروتوزات اللي عبارة عن أقل من البروتين، أقل من البروتين. طبعاً البروتوزات هذه بتذوب في الماء ولا تتجمع بالحرارة. مش عكس البروتينات. يعني زي قضية زي ما حكينا عن البيبتيدات. هي أصلاً هي البروتينات، يعني البروتوزات مثل البروتوزات. البروتوزات إذا بتقول لا تذوب ولا تتجمع بالحرارة ولا تتجمع. هي أصلاً تحللت بإيش؟ أو هي نجت من الحرارة، نجت الحرارة خلاص وثبتت عليك بنلاقيها ما بتذوبش في الحرارة. الشغلة الثانية البيبتونات. البيبتونات عبارة عن أجسام البروتين تدخل في تركيب اللي هو طبعاً الخلايا بشكل كبير. تمام، يلا هنا واحد اثنين البيبتونات تذوب في الماء ولا تتجمع بالحرارة. والشغلة الثالثة البيبتيدات، يعني بعدين هو أول شيء البروتين بيتحول لبروتوزات، بعدين بيبتونات، بعدين بيبتيدات اللي هي أبسط السلاسل اللي موجود فيها الحموض الأمينية. البيبتيدات برضه تذوب في الماء ولا تتجمع في الحرارة، طبعا تحتوي على أكثر من اثنين من الحموض الأمينية وترتبط بروابط بروابط غير. فهذا الكلام كان كله أنا أخذته في المحاضرة الماضية. يعني أبسط شيء أبسط زي ما قلنا بنحكي في سابقا عن مين لو قارناه بنعمل المقارنة عن اللي هو النشا والسيلولوز وكذا بتكسر بتكسر وكذا بالاخر بيوصل لمين؟ لجلوكوز. وهذا البروتونات تتحلل بروتوزات بيبتونات بيبتيدات حموض امينيه في الاخر. داخل حموض امينيه. هذا طبعا كله عباره عن مشتقه تحولت طبعا البروتين تحول الى صور اخرى في هذا الاتجاه. اذا على السريع طبعا حكينا اللي هو عن انواع البروتينات المختلفة سواء كانت بسيطة أو مركبة أو مشتقة، وحكينا مثال عن كل واحدة والخصائص اللي ننتقل للإشي الأهم اللي هو خواص البروتينات. وهنا بدنا نفصل فيها بشكل عام سواء كانت مركبة أو بسيطة أو مشتقة، مش هنقولها كلها
سنكمل في محاضرة يوم السبت. إذا حكينا عن خواص البروتين. طبعا اشياء نار محافظه مين يا الله، بس هو المنطقه الفعاله في البروتين.
فهذا ايش حيصير؟ ايش حيعطيني؟ NH3 حيعطينا هان NH3 موجب وCl سهل حيعطينا هان NH3 موجب شوي. إذا قاعدين بنقول
بشكل عام، عفوا البروتينات بشكل عام، البروتينات بشكل عام بتذوب في الاحماض او تتفاعل مع الاحماض او تتفاعل مع القواعد. طبعا اذا تفاعلت مع الاحماض بتعطينا ايونات موجبه، واذا تفاعلت مع القواعد بتعطينا ايونات ايش؟ سالبه. لكن كل بروتين بيصل لمرحله لا بتفاعل بيقف فيها تفاعله تمام، فبنسميها نقطه التعادل الكهربائي، نقطه التعادل ايش؟ الكهربائي. وهذه النقطه طبعا لا بتحرك فيها البروتين عند الموجب ولا بتحرك فيها عند السالب. طبعا اكيد بداوم متعادل بتكون ثوبانيته ايش بدها تكون؟ قليله ولا كبيره؟ ثوبانيته شوي بس اكيد قليله في الماء، لانه احنا بنقول ذوبانيته بتكون، احنا دائما بنقول الماء نرجع لموضوع الذوبانيه، الماء مستقطب، يعني كل ما الايون كان مستقطب بذوب بتعادل ماشي؟ ننتبه هنا تصبح الذوبانيه نتيجه مباشره اصلا، نتيجه تلقائيه انه تصبح الذوبانيه اقل ما يمكن عندما يتكون ثنائي القطب. اذا تصبح الذوبانيه لا البروتين في هذه عند هذه النقطة أقل ما يمكن، بالتالي يترسب البروتين. ماشي بترسب البروتين، هذه من الطرق اللي بيقدروا يحصلوا فيها على ايش؟ على البروتينات، على البروتينات يعزلوا فيها البروتين من البروتينات اللي بتكون دائما. صح؟ دائما في أي محلية في أصولها. لو قلنا مثلا الهيموجلوبين دائما في الدم بدنا نرسبه عند درجة حموضة معينة بنلاقيه ترسب، بنلاقيه ترسب وحصلنا على بروتين الهيموجلوبين. فبالتالي اذا درجه الحموضه مهمه جدا في التعامل مع البروتين. نيجي للخاصيه الاخيره اللي بناخذها اليوم اللي هي ذوبانيه للبروتينات، ذوبانيه للبروتينات.